السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، هيا بنا إلى الأخبار اليومية. زلزال تركيا وسوريا، عدد القتلى يتجاوز 17,000 وأولى قوافل المساعدات تدخل الشمال السوري. أعلنت شركة الاتصال الألمانية تليفونيكا ألمانية أن المكالمات إلى تركيا وسوريا ستكون مجانية حتى 17 من فبراير الجاري، وذلك بعد 3 أيام من زلزال أودى بحياة أكثر من 16,000 وخلف عشرات آلاف المصابين. وقالت الشركة في بيان يوم الخميس إن تليفونيكا لن تحصل أي أجور من الرسائل والمكالمات التي ستجري إلى تركيا وسوريا عبر علاماتها التجارية. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الخميس أن كوريا الشمالية عرضت صاروخا باليستا عابرا للقارات وأسلحة أخرى في عرض عسكري بالليل، وصفته بأنه استعراض لأكثر قدرة هجوم نووي تملكه البلاد. تمكن فريق البحث والإنقاذ القطري من انتشال الناجين من تحت أنقاض أحد المباني المنهارة بفعل الزلزال جنوب تركيا، وأظهرت صور لحظات إنقاذ الفريق القطري لأشخاص وهم على قيد الحياة من تحت الركام. وأشكركم شكرا جزيلا أيها المشاهدون الكرام.